اهلا بكم مشاهدي هنا لبنان من وين ما كنتوا عم تتابعونا على كافه وسائل التواصل الاجتماعي. معكم انا شرب الحنيني والزميل المصور ربيع الدعوق. نحن معكم مباشره من امام قصر العدل في بيروت. اهالي ضحايا انفجار 4 آب مجتمعين امام قصر العدل تحت عنوان ضحايا ما بدهم الا العداله والعداله واجب عليكم. خليني اشرح شوي هون للمشاهدين وللشعب اللبناني يلي عم بيسال دائما وين صار التحقيق بملف قضية 4 آب. مشاهدينا اليوم الموضوع هو عند القضاة. القضاة هن لازم مع احترامنا لهم ياخذوا المسؤولية على عتقهم، ما يردوا على السلطة السياسية. هذا التحقيق يلي توقف منذ تقريبا أكثر من عامين، تحقيق انفجار 4 آب الموقف أكثر من عامين، حيفوت بالسنة الثالثة تقريبا، من خلال الدعاوى الكثيرة اللي تقدمت ضد قاضي التحقيق المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، ومن قبل سياسيين بوجه قضاة أيضا لتنحية القاضي البيطار. فهون أخذت قرار محكمة التمييز بإيقاف التحقيقات. فكل هدف ضحايا انفجار 4 آب انه عم بيطالبوا المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار ب يعني خليني اقول مخرج قانوني لهيدي الدعاوى، بلكي لردها واكمال التحقيقات. القاضي جمال الحجار كان وعد ضحايا انفجار 4 آب انه رح يلاقي صيغه او مخرج قانوني لهيدي الدعاوى ويرجع تنطلق التحقيقات بملف انفجار 4 آب. خلينا نشوف بعدسة الزميل ربيع يعني التجمعات يلي بدأت منذ حوالي الساعة 12 كما كانوا اتفقوا أهالي ضحايا انفجار 4 آب أمام قصر العدل. ربيع خلينا ناخد ديفيد ملاحي يعطيكم العافية. اليوم خلينا نقول هيدي الوقفة هون أمام قصر العدل هي للضغط على محكمة التمييز برد الدعاوى وإكمال التحقيقات، ولا شو الهدف الأساسي منه؟ احنا هيدي الوقفة لنحط إيدنا بإيد القاضي حجار كرمال يرجع يسترد القاضي بيطار لنكمل هاي الدعوة، لأنه ما بقى فينا نتحمل عن جد. يعني العالم فاكرين إنه خلص خلصت الخبرية. الجمرة بيقولوا ما تحرق غير مطرحها، وبلشت تحرق وتغلغل. من اوريدي حرقت بأربعة وماشي وماشي، احترقنا كلنا. بدنا نعرف مين اللي قتلنا اخواتنا. طب ديفيد خلينا نقولها معلش يعني بالعربي اللي مشبرح اليوم، ليش للاسف منه ما في كميه عالم معكم؟ هل العالم الشعب اللبناني بدا ينسى هيدي القضيه اللي دمرت نص البلد وروحت شهداء وجرحى؟ وينهم؟ بعدين سؤال ثاني، اليوم ليش حضرتكم من برا؟ ليش ما فتوا لعنده للقاضي جمال الحجار؟ حضرتكم اجتمعتوا معه من 3 أشهر ووعدكم بانه يلاقي صيغه قانونيه لاكمل التحقيق، وينكم اليوم؟ ما حد فتوا لعنده تحكوا انتوا وياه، شو صاير؟ في موعد نحن والقاضي حجار بعد عم بياخذونا اياه لهذا الموعد، بس بعد ما تحدد امتين وكيف وليش، لانه لضرورات انه القاضي عنده اجتماعات والاخبار. كرمال العالم هي وصدقني ما بعرف شو بدي اقول لك. والله يعني مصير نحمد بتليفوناتنا بس يكون في عنا، مصير ندقلي للعالم واحد واحد. شكل العالم نسيت، ما فينا نلومه، كتر خير العالم كله من وين ما كان وقفوا معنا بالمراحل قبل، بس العالم ما عم تفهم علينا شغله. قالوا نحن هلا بدنا اياهم للعالم، قبل كانت بروفا، هلا بلش الجد. هلا لانه بلش يقرب، بدنا نقول في اذا فينا نقول نعرف الحقيقه. يوم عن يوم عم بتقرب نسخه نص ملي نص سنتي، كله هدول العالم نحن بحاجه لهم للعالم. العالم هلا روح بالليل على شنايت، روح بالليل على شباب، معليه يروحوا يسهروا يفرجوا خلقهم، بس نحن اللي عم نطلبه منه نص ساعه خيي، نص ساعه والله مش اكثر. اذا بدنا ننبش على النتيجه اليوم، حضرتكم اخيرا بعد عندكم ثقه بعمل القضاء وبتحديدا القاضي الحجار اللي وعدكم باخراج قانوني لهالقضيه؟ بعد عنا ثقه، في عنا ثقه، والثقه الاكبر هي بربنا انه هو اللي حياخذنا الحقيقه. اذا ما كان في عداله الارض في عداله السماء. كنت بدك تقول لي شيء؟ ما حدا يفهمني من العالم غلط، انا ما عم بتهجم عليهم ولا عم بهجمهم، بس انا عم بقول لهم للعالم يوقفوا معنا، خلص يطلعوا فينا، يطلعوا فينا اكثر، طلعوا فينا، هلا بدنا اياهم اكثر، لا اكثر ولا اقل. شكرا لك. تابعين معكم مشاهدينا، يعني هلا بدا بعض الاهالي التجمع عند المدخل البوابه الرئيسيه لقصر العدل في بيروت، حاملين صور ضحاياهم او شهدائهم اذا صح التعبير من شهداء، خلينا نقولها بهذا الانفجار اللي هز لبنان والعاصمه بيروت. اللي
حسن احنا رجعنا لك لورا، كونوا مسؤولين ورجعوا لورا. إذن مشاهدينا مثل ما ذكرنا نحن معكم مباشرة من أمام قصر العدل ببيروت، حيث يجتمع أهالي ضحايا انفجار 4 آب أمام البوابة الرئيسية للقصر، مطالبين بإعادة سير التحقيقات والطلب الخاص من نائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار بإيجاد مخرج قانوني للدعاوى اللي كانت تقدمت من قبل قضاة ومن قبل سياسيين ضد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار لإكمال التحقيقات. وكان قد ذكر ديفيد ملاحي شقيق الضحية رالف انهم ناطرين موعد من القاضي جمال الحجار يلي وعدهم بإيجاد هالمخرج القانوني لهالدعاوى وإعادة العمل القضائي بهيدي القضية للسكة الصحيحة. خلينا نذكر هون انه هيدا الملف لازم باسرع وقت يعود استكماله، لانه بعد فتره قليله هناك قاضيين من مجلس القضاء الاعلى حيطلعوا بالتقاعد، وهذا الشيء بيؤدي لحل مجلس القضاء الاعلى، فهيدي معضله ثانيه. عشان هيك اهالي الضحايا عم بيطالبوا من القاضي جمال الحجار باسرع وقت يلاقي هالصيغه القانونيه اللي كان وعدهم فيها وإكمال التحقيقات بملف انفجار 4 آب. يعني احدى الامهات اللي حملت صورة الضحية عم تطلب من مثل ما قالتها بصريح العبارة يعني من البلا ضمير انه يتابعوا التحقيقات ويعرفوا مين اللي قتلهم اولادهم واخواتهم وابنائهم. يعني هيدا التجمع اللي كان تحت عنوان الضحايا ما بدهم الا العداله، والعداله هي من واجباتكم، من واجباتكم يعني من واجبات القضاء، وعدم الرد على كل الضغوطات السياسيه يعني اللي كانت تعرض لها القضاء واللي من خلالها وقف التحقيق اللي صار له اكثر من سنتين تقريبا، هذا التحقيق واقف كثره الدعاوى اللي تقدمت بوجه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وايضا هي اللي اوقفت التحقيقات. خليني اخذ والدة جون يعطيك العافية. يعني اليوم هيدي الوقفة هي للضغط الزيادة على القاضي جمال الحجار بإيجاد صيغة قانونية لإكمال التحقيقات. هالوقفة لحظة نحن مباشر يا قلبي تفضل. هالوقفة تنذكرهم أنه أولادنا ماتوا، للي نسي نحن ما رح ننسى، ما في شيء بيوقفنا، وبدنا نقول له القاضي حجار مثل ما وعد وقتها أجا معلش يمشي بالملف مزبوط ويحاسب يلي حرمونا اولادنا، هيك بدنا اياه، ما بدنا شيء غير هيك، بس يتحاسب اللي حرمونا اولادنا. نحن بنقعد ببيوتنا، ما حدا منا مبسوط يجي يتشحشط على الطريق، بس كمان اعملوا شغلكم مثل ما عملتوا شغلكم قبل. لو عملتوا شغلكم كان اولادنا حدنا، لو ما اهملتوا الشغل على البورت كان اولادنا حدنا. انا كان ابني بغمري هلا مش صورته. عملوا شغلكم وحاسبوا يلي حرمونا اولادنا. خليني اسالك، امتى اخر مره اجتمعتوا مع القاضي جمال الحجار؟ من اي فتره تقريبا؟ اول ما اجى اجتمعوا فيه الاهالي ووعد انه هو رح يعمل شغله مزبوط، ومن وقتها لهلا ما عاد صار في اي لقاء معه. في ناس عم تتواصل معه وبيقول انه رح يشتغل، بس قديش اله اجى؟ نحن ناطرين ناطرين. شكرا لك. والدة الضحية جنون يعني كانت عم بتطالب
عم بطالب القاضي جمال الحجار بإيجاد الصيغة القانونية لرد الدعاوى وتكملة التحقيق. تابعين معكم مشاهدينا بعدسة الزميل ربيع الدعو، يعني عم نشوف هناك إعلاميين طبعا والأهالي اللي بعضهم مجتمعين أمام البوابة الرئيسية لقصر العدل ببيروت. هذا الملف اللي فعلا يمكن بدأ قسم كبير من الشعب اللبناني ينسى أو يتناسى هذه القضية اللي هزت مش بس لبنان، هزت العالم بضخامة الانفجار وبضخامة الضحايا اللي سقطت والجرحى. مشاهدينا هون يبدو انه هناك تطور بعد اهالي ضحايا مرفق بيروت، عم نشوف بيناتهم ويليام نون وبيتر بوصعب يحضرون الاطارات الى المدخل الرئيسي لقصر بيروت. ربما الاشعالهم طبعا كما مثل ما عم نشوف يعني بعدسة الزميل ربيع وضع البنزين، مادة البنزين على الاطارات لاشعالها. مشاهدينا لكن مثل ما عم نشوف الإطارات أشعلت على البوابة الرئيسية لقصر العدل ببيروت من قبل أهالي ضحايا مرفق بيروت، والأمنية تراجعت إلى الوراء في هذه الأثناء. تابعين معكم مباشرة. حياتي بس برام علمية، هذا بده زيت محروق حتى يضل محروق. حضرتك عندك خبرة بإشعال الإطارات المشتعل؟ لا الله يسامحك تخرب لي بيتي هلا. اوكي شكرا لك. بس يعني من ايام الثورة ما زال الأهالي يشعلون الإطارات أمام البوابة الرئيسية لقصر العدل ببيروت. يعني هيدا التصعيد اللي المفاجئ، خليني أقول اللي ما خبروا فيه حدا، للضغط أكثر وأكثر على القضاة وربما على القاضي جمال الحجار لرد الدعاوى وإكمال التحقيقات. خلينا نجرب ويليام، يعطيكم العافية. يعني هذا التصعيد حاليا هو كخطوة أولى مفاجئ انذار؟ شو مش مفاجئ، لا المفاجئ انه بعد 3 اشهر من وعد بحل كان من الحق العدلي على اساس قاعد مع المدعي العام الجديد اللي يمكن له كل احترام، وانا بشدد على شغلة على طول انه الحجار قضائيا من المرتبين اللي بيشتغلوا قانون مش مثل عويدات غسان عويدات. نحن شفنا القاضي الحجار كان محترم ومتعاطف وقال في تصور عندي قانوني عم بشتغل عليه بتعملوا خير، هي بالنسبة لنا وعد بالخير. بعد 3 اشهر من صفر افعال قلنا حق نحن نجي نقول وين صرته. بس المشكلة انه اول شيء اذا بتوقف بلا ما تعمل شيء صراحة بيضحكوا عليك، بيكونوا واقفين على شبابيك انه كلهم 20 30 واحد 40 واحد. يعني مرة واحدة من ابن المطلوبين قال كلمة تقيلة عن الامات يعني من جوا طلعت لبرا، يعني هيك بيستخفوا الموضوع كثير لانه هن بعيد عن الموضوع يعني. طيب ويليام خليني اسالك اخيرا، هيدي الوانصرته ليش ما طلبتوا موعد جديد من القاضي جمال حجر؟ فتوا لعنده ليش من برا؟ في تواصل دائم مع القاضي الحجر، حتى اليوم في تواصل انا والاستاذ سيسيل روكوز، رجعنا زرناه مره ثانيه والاستاذ تقطعت مره ثالثه. بقول لك التحرك مش ضد شخص القاضي الحجر ابدا، التحرك ضد قصر العدل اللي هو صاحب القرار بهالموضوع. في ملف بده حل حلوه، هلا مين بيحله مش شغلتنا، يعني نحن قانونيين مش شغلتنا، بس نحن مسجلين اعتراض. وهي شغله ثانيه رايحين على التصعيد ايه، لانه نحن ماضيين اكثر من 5 تعهدات انه خصوصي انا وبيتر ممنوع اشعل الاطارات، بدنا نشعل الاطارات، اذا اضطرينا بدنا نفوت جوا ونشعل. بيتر ممنوع تشعله يعني اليوم خلص ما بقى عندكم شيء تفصل؟ شيء ممنوع علينا نحن، نحن بنقول شو الممنوع وشو المسموح، ما حدا بيقول لنا ممنوع شيء، نحن اصحاب الدم، نحن اللي فقدنا اخواتنا هون، نحن اللي بنقرر شو الممنوع وشو المسموح. لو حدا من حي الله ابن وزير او شيء ما كانوا سكتوا لانه نحن ساكتين عليه، هلا كانوا عملوا اكثر من هيك، كانوا وصلوا لاكثر من هيك، بس ما خلصنا لانه نحن ما في عندنا سقف وما في عندنا غطاء، منا اولاد وزراء منا اولاد نواب،
خلصنا. يعني متابعين معكم المشاهدين بهيدا النقل المباشر، هيدا التصعيد يلي سميه باليوم منه مفاجئ ابدا، المفاجئ انه التحقيقات لازالت لهلا متوقفه منذ اكثر من عامين بانفجار مرفق بيروت يلي هز لبنان. انا بشدد على لبنان وليس فقط مدينه بيروت، واللي اوضى بحياه الكتار. الاطارات المشتعله عفوا من امام البوابه الرئيسيه لقصر العدل ببيروت، يعني اصبح الدخان هون يغطي القصر العدل. نترك المشاهد تعبر بعدسة الزميل ربيع الدعوق. العناصر الأمنية طبعا تراجعت إلى الوراء، موظفين عبر النافذات. لا زالوا أهل ضحايا مرفق بيروت يحملون صور ضحاياهم ويقفون أمام الإطارات المشتعلة اللي كانوا يعني صعدوا هذا التصعيد. برجع بذكر اللي سموه ويليام نون وبيتر بوصعب انه منه مفاجئ، المفاجئ هو توقف عن التحقيق لفترة اكثر من سنتين ونص. يعني هذا التصعيد كان متوقع مشاهدينا، كانوا عم بيأكدوا لنا اهالي الضحايا انه هن لو اعدادهم كانت قليل اليوم امام قصر العدل، انما بجعبتهم الكثير من التصعيد لحث القضاء على متابعه التحقيقات ومعرفه من قتل ضحاياهم، لانه الضحايا ما بدهم الا العدل. منذكر انه رغم اشعال اهل الضحايا الاطارات المشتعله امام البوابه الرئيسيه لقصر العدل في بيروت، القوى الامنيه يعني لم تقم باي رده فعل، بقيت واقفه خلف البوابه وتراقب ماذا يحصل. لم يقم هناك اي عمليه رد او اعتداء او منع، خلينا نقول، لهيدا التصعيد اللي حصل. يعني بنعود وبنذكر مشاهدينا لكل يلي عم ينضم لنا هلا مباشرة على المباشر شقيق الشهيد الضحية رالف ملاحي ديفيد، عم يرمي الإطارات على البوابة الرئيسية لقصر العدل لإشعالها مجددا. هذا التجمع يعني اللي كان بدأ حوالي الساعة 12 مطالبة للقضاء بإعادة السير بالتحقيق، تحقيق قضية انفجار 4 آب لمعرفة من قتل ضحاياهم، خاصة بعد ما توقف هذا التحقيق منذ قرابة سنتين ونصف، وهن بيعتبروا انه هلا الملف هو بايد نائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار يلي بيكلوا له كل الاحترام، وهو وعدهم انه يلاقي صيغه قانونيه لكل الدعاوى اللي تقدمت بوجه
المحقق العدلي طارق البيطار من قبل القضاة من قبل السياسيين لإعادة خلينا نقول يعني استكمال التحقيقات من أول وجديد. كما ذكر شقيق الضحية ديفيد ملاحي أنه عنده عتب على البعض أنه ما عم بيكون حد بهيدي الخطوة والأعداد للأسف هي قليلة. يعطيكم العافية. اليوم بعد هذا التصعيد اللي عم نشوفه هلا امام البوابه الرئيسيه لأسر العدل، شو الخطوات الجايه اذا لم يتم استكمال التحقيق من قبل القاضي جمال الحجار واعاده ال هيدي تحسيس واشاره تيشتغلوا بضميرهم. نحن بعد عندنا ثقه في قسم كبير من القضاة عندهم ضمير، بس للاسف بهذا البلد الفاسد عم يتهددوا من السياسيين ومن اصحاب العلاقه والمجرمين. نحن عم نكون حدهم وبنفس الوقت عم نحسسهم انه يعملوا واجباتهم قبل ما ينفذ صبرنا. وكل واحد بيشتغل ضد هاي القضية هو خصم لأهالي الشهداء وما يتفاجأ شو بنتعامل معه. حضرتك والد الشهيد المعاون جواد أجواد شيء صحيح. اليوم المؤسسة العسكرية اجتمعتوا فيها طلبتوا انه تساعدكم بمحل من المحلات او انه هي ما بتتدخل مع العالم؟ لا اكيد هن عبي بيعملوا واجباتهم بالنتيجة هودي ولاد المؤسسة. بس مثل ما قلت لك البلد فيه مسيرات وفيه سياسات وبيضل فيه زواريب، بس ان شاء الله رح نصل للنتيجة ونحاسب المجرمين على امل. شكرا لك. تابعين معكم المشاهدين على كان بعادة الزمير ربيع، عم نشوف الاطارات المشتعلة امام البوابة الرئيسية لقصر العدل. ومنذكر انه ما كان في اي ردة فعل من القوى الامنية، يعني بقيوا عم بيتفرجوا صح التعبير من خلف البوابة، ما صار في اي ردة فعل على ما قاموا به اهالي ضحايا انفجار مرفق بيروت. Devant le palais de justice de Beyrouth. Il réclame que le juge Talib Itad, chargé d'instruire sur cette affaire, publie son acte d'accusation. بونجور، يعطيكم الف عافيه. يعني التصعيد فينا نعتبره مفاجئ او انه المفاجئ هو عدم استكمال التحقيقات بعد اكثر من سنتين ونص مثل ما وعدكم القاضي جمال الحجار؟ المفاجئ يلي رح نحن نعمله بعدين، نحن ما رح نوقف من هلا لاربع اب لانه مستكشمينا كثير، مفكرين انه نحن رحنا على البيت نمنا ونسينا الضحايا، لا فشروا. يعني نحن اخواتنا ودمهم كثير اولويه، وهيدا الملف ملف تفجير المرفأ يلي نتج عن فساد سلطه سياسيه، فساد موظفين امنيين كانوا معنيين بالسلام العام لنحن لالنا لمدينتنا، هيدا كله فساد. نحن ما رح نوقف، نحن خي منه مجبور واختها وكل خيا يموتوا كرمال ناس فاسده على مرفأ بيروت، ما بعرف مين امرهم يبقوا نترات بمصاري عم ياخذوا يتاجروا فيه مدري لشو، نحن مش ملزمين يموتوا اخواتنا بهيدي الطريقة ونسكت، لا فشلوا. نحن اليوم قربنا على رابع سنة والأشياء واقفة للأسف. يعني اجى القاضي غسان عويدي تخردق الملف تخردق، يعني أعلى سلطة بالبلد هي معنية بملاحقة المجرمين وإحالتهم على التحقيق، هو طلعهم بده يحاكم رأيه إنه يحاكمون قدام السياسيين مجلس أعلى محاكمة الرؤساء والوزراء، المدة عليهم أطلق لهم سراحهم. كافة الأمنيين ما عطي إذن بوقت هو بيقدر يعطي إذن، لو حجبته الإدارة بيقدر هو يعطي إذن كرمال مدير عام الأمن العام مدير عام أمن الدولة ليجوا يستمعوا. طب هالقاضي مع مين بده يحكي؟ مع مين بيجي بيستجوب تيشوف شو صار ومين وليه بقيت هالمواد؟ وبده يسأل هول العالم. القاضي غسان عويدات ما خلى شيء ممكن يخرد
يصدق هيدا الملف إلا ما عمله. أنا بعتبره هيدا مجرم، يعني ارتكب جرائم بحق الملف، استغل نفوذه تعامل كل اللي بده يعمله وفل على البيت. ما بعرف إذا ضميره مريحه بهالطريقة. إجا من بعده القاضي جمال حجار تعين. نحن أكيد متأملين خير، ونحن جايين ليه منجي نوقف هون؟ لأنه على طول منتأمل خير من بعض القضاة، من كتير من القضاة، بس أكيد سامعين أنه القاضي جمال حجار عنده ضمير وعنده كل شيء وطلب مهلة، ونحن شفناه وقال بده مهلة عند تصور معين. هلا نحن ما بقى فينا نسكت، يعني نحن جايين اليوم شعارنا كان الضحايا ما بدهم إلا العدالة، والعدالة واجب العدلية، سو مشان هيك نحن جايين نوقف هون. أخيرا بعد سألتكم موجودة بالمحقق العدلي القاضي طارق بيطار، بعدكم تشدوا على ايده؟ لا اكيد اكيد نحن منشد على ايده. الشخص اللي بيتعامل بهذه الطريقه وقتها كل الفاسدين بيوقفوا بوجهه، معناتها هو عم بيوجعهم ويقهرهم، يعني ما بحياتهم بحبوا انه ولا مدير ولا في عندك من مستوى معين وطلوع، هول كلهم بيعتبروا فوق راسهم خيمه، ما بيقدروا يجوا على العدليه لانه هن اعلى من القانون. لا هن مش اعلى من القانون، وقتها بدك تنطلب بدك تجي، يمكن ما تكون عامل شيء، تعال اقول انا ماني عامل شيء وبين دليل براءتك وفل. شكرا لك، ان شاء الله خير. هل نشوف والد نحن مباشر؟ قولي حبيب القلب. حبيبي والد الشهيد رالف، يعني هذا التصعيد هو هلا اللي انعمل هو مفاجئ، او مثل ما كنت عم بسال هو المفاجئ انه عدم السير بالتحقيقات او اكمال التحقيقات بملف مرفق بيروت؟ شو الخطوات الجايه اذا لم يتم يعني الرد عليكم؟ عم نشتغل كل يوم بيوم، ونحن مش طالبين، مش ما عندنا شيء تعجيزي، اجتمعنا مع القاضي حجار ووعدنا بكل شيء خير. صار له 3 اشهر كامش الملف، بعدين لامتين مش طالبين شيء، طالبين انه يكمل القاضي بطار التحقيق ويطلع لنا قرار ضمني، بس هذا هو كل الموضوع. شكرا لك. انا متابعين معكم بعدسه الزميل ربيع الدعوق، عم نشوف التجمع يعني اللي كان بدأه اهالي ضحايا مرفق بيروت حوالي الساعه 12 امام قصر العدل في بيروت، يلي بيطلبوا من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، يلي هني بعدهم عم بيشددوا انه عندهم كل الثقة فيه انه يلاقي صيغة قانونية لرد الدعاوى واكمال التحقيقات مثل ما كان وعدهم لما تلاقوا فيه منذ حوالي 3 اشهر. من بعد مشاهدينا قام بعض الاهالي بكب الاطارات امام البوابة الرئيسية وتم اشعالها، ومنذكر هون ومنشدد انه القوى الامنيه بقيت متفرجه اذا صح التعبير من خلف البوابه ولم تقم باي رده فعل. هذه هي الاجواء الحديثه هلا من امام قصر العدل ببيروت. كانوا توعدوا الاهالي انه هذا التصعيد حاليا هو ليس الا البدايه، من هون لشهر اب المقبل لم يتم التجاوب معهم هيكون في خطوات تصعيديه اكثر. هذه هي المشاهد، اذا بعدنا متابعين معكم مشاهدينا ومشاهدي هنا لبنان، لكل حدا عم ينضم لنا هلا عبر كافه مواقع التواصل الاجتماعي. هيدا تجمع اليوم من امام قصر العدل ببيروت تحت عنوان ضحايا ما بدهم الا العداله، والعداله هي من واجبكم، من واجبكم يعني بيقصدوا فيها من واجب القضاء اللبناني لا يعيد التحقيقات بهذا التفجير، تفجير 4 اب اللي اودى لحياه الكتار ودمر نصف العاصمه بيروت. Thank you.
بيتر، انتم لاي ساعه باقيين اليوم؟ في خطوات ثانيه لليوم او هلا حاليا مكتفيين بهذا القدر من التصعيد؟ لا هلا ما بعرف لقدام مكتفيين، ما بعرف شو معقول يصير، بس بالمبدا هي لليوم. هلا شو بيصير بكره، شو بيصير اللي بعده، ما حدا بيعرف، بس من اليوم نحن حنصعد، حنضل عم نصعد ليطلع القرار الظني. نحن عم نطلب من القاضي حجار، برجع بعيد بطلب منه يرجع يمشي بالقانون، بما انه المدعي العام اللي قبله فركشوا للقانون كله، احسن ما اقول كلمه بالعرب اللي مشبره اكثر. ونحن طمعنا مطلب كمان من القاضي بيطار يكب هالقرار الظني، يريحنا، يريح الاهالي، نطلع نقعد ببيوتنا، نعرف كيف ما نبقى نشتغل، نعرف كيف ما نبقى نمشي بالقرار الظني. عدا عن هيك ما بده يمشي، نحن حنضل نعمل ذات الشيء، وين بنصير وين بنطلع، شو بنعمل فيها للعدلية ما حدا بيعرف. يعني احنا فينا نعتبر انه ابتداء من اليوم بدأ التصعيد الفعلي، ما بعمر وقف التصعيد، بس انه من هلأ لقاب رجعنا نحن على الارض وراجعين اقوى من قبل، وان شاء الله كنا اثنين، وان شاء الله كلنا مية هي ذاتها، ما بتتغير شيء علينا. شكرا لك بيتر. يعني بيتر ابو صعب اللي كان اوضح انه ابتداء من اليوم التصعيد رح يطلع اكثر واكثر من هلأ لشهر اب المقبل، ذكرى انفجار الذكرى المأساوية لانفجار 4 اب. تابعين معكم بهذه المشاهد. لكن يعني هيدي الإطارات المشتعلة مشاهدينا اللي عم بتشوفوها على المباشر بعدسة الزميل ربيع الدعوق، هي اللي كان قد أشعلها أهالي الضحايا على البوابة الرئيسية لقصر العدل، مثل إنذار، خليني أقول مثل ما ذكروا لنا، مثل ما ذكروا لهون لبنان، إنذار عن جديد. وهيدا يعني من أول وجديد، من هلأ وطالع رح يكون التصعيد أكثر وأكثر، للضغط أكثر على القضاء اللبناني، وتحديدا على القاضي نائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار لإعادة هالملف إلى الواجهة وإعادة سير التحقيقات. إذا مشاهدينا يعني خلينا نرجع نلخص نحن وياكم. اليوم الساعة 12 بدأ التجمع لأهالي ضحايا انفجار مرفق بيروت، انفجار 4 آب أمام قصر العدل في بيروت. هذا التجمع كان لمطالبة القضاء اللبناني وتحديدا النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار بإيجاد مخرج قانوني للدعاوى اللي كانت تقدمت ضد القاضي المحقق العدلي القاضي طارق البيطار من قبل سياسيين وقضاة. هذا الشيء اللي جمد التحقيق، اللي صار له اكثر من سنتين ونص التحقيق متوقف، فكان الطلب كانت الوقفه هون لتجديد الطلب من القاضي جمال الحجار لمتابعه هذا الملف وايجاد صيغه قانونيه لهالدعاوى ردها يمكن او غيرها لاكمال التحقيق وافساح المجال للمحقق العدلي القاضي طارق البيطار بإصدار القرار الزمني. هيدي المشاهد لحديث هلا، نحن رح نكتفي بهيدا هلا من هيدا البث، هيدا التغطية من البث المباشر. كانوا قد صعدوا أهالي الضحايا برمي الإطارات وإشعالها أمام البوابة الرئيسية لقصر العدل، و يعني مثل ما هلا بعدنا عم نشوف كل ما النيران عم تخمد. هيدا ويليام نون وإلى جانبه بيتر بوصعب يشعلونها من جديد، مع العلم انه القوى الامنيه لم تكن باي رده فعل، بقيت متفرجه خلينا نقول يعني من خلف البوابه الرئيسيه لقصر العدل.
هيدا كان كل شيء لحديث. هلا باين معكم في حال اي تطور نرجع نطلع معكم بنقل مباشر اخر. شكرا لكم وإلى اللقاء.